تحت عنوان ممارسة تخطيط الموارد البشرية في الأداء، افتتحت الدورة التدريبية لمدراء الموارد البشرية لأعضاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات وصندوق التدريب المهني بالتنسيق مع الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني فوناب. وتهدف ورشة التعاون الدولية هذه إلى دراسة وفحم ممارسات تخطيط الموارد البشرية في الأداء بصناديق التدريب المهني من أجل الشفافية والتسيير الجيد للموارد البشرية. إن الدول الأعضاء للشبكة الإفريقية تواجه تحديات التنمية المستدامة، وأبرزها تلك المتعلقة بالمجالات الصناعية والتكنولوجيا التي يمكن تعبئتها لمواجهة هذه التحديات. هذا ما أكده المدير العام للصندوق الوطني لدعم التدريب المهني حامد ياموتا جربو أثناء افتتاح أعمال الدورة، وقال إن إفريقيا تتمتع بموارد طبيعية هائلة لكنها تحتاج إلى تطوير وتعزيز الطاقات البشرية لاستغلال هذه الموارد والرد على متطلبات الأعضاء والقدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني ليكون أكثر تكاملا على المستوى الإفريقي. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبران أشار في خطابه إلى أن تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد يعد من أولويات برنامج الحكومة الانتقالية في ظل قيادة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الذي أعطى أولوية للتدريب لا سيما لصالح الشباب. وننوه إلى أن المشاركين في هذه الورشة قدموا من توغو والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد، وتستمر الدورة لمدة 4 أيام على التوالي.